اهلا بحضراتكم من جديد، رجعنا لكم وبنطمنكم على بعثه الهلال يا باشمهندس. الاخبار الطيبه كتيره. ما هنحاول النهارده باذن الله نحط الساده المشاهدين في كل الاجواء خارج الفقاعه اللي احنا عايشين فيها. ما عندنا اكتر من اتصال يمثله مفاجاه فيها معلومات كتير، كل اللي عايزين يعرفوه تمام. عن تاثير وجود البعثه والنادي الاهلي في هذا المحفل، وباذن الله يعني اكتر من مفاجاه يعني هتحط الناس في الصوره تماما. يعني عايز اقول لحضراتكم ان هنا البعثه عباره عن خليه نحل فعليا. المهندس عدلي كان اشار لكم قبل الفاصل للكابتن محمود الخطيب واجتماعه واستعداداته وترتيبات البعثه حتى في الشق الاعلامي، وازاي الامور ماشيه بفكره خليه النحل. كله بيخدم سواء في الاتصال بالاتحاد الدولي باللجنه المنظمه حتى مندوبين الفيفا. يعني احنا لاحظنا ان في مندوبين من اللجنه المنظمه مقيمين في فندق ما بيغادروهوش. لا ما بيغادروش، ما هم مش مسموح لهم يطلعوا ويخشوا. ده فيهم ناس برضه هم كمان فيهم ناس قال لك عندنا بيوت ما ينفعش نروح. فطبعا الفكره كلها ان كل شيء انت عايز تستفسر عنه تقدر تعرفه هنا من الاوتيل. ولذلك المهندس خالد مرتجي اجتمع مع مسؤولين امبارح، المهندسه حنان الزين اجتمعت مع يعني فيما يخصها في اللوائح امبارح والنهارده. مهندس سمير عدلي الحقيقه يعني مهندس سمير عدلي شيخ الاداريين الرياضيين الحقيقه برضه كان قايم بمجهود يوم بمراجعه كل بيانات البعثه مع المسؤولين في اللجنه المنظمه والفيفا. فيعني عايز اقول حاجه، ان التجربه دي ازعم انها هتخرجنا بفكر جديد في اداره البطولات المستقبليه على مستوى العالم. يعني شفنا ناس كتيره بتتكلم يا باشمهندس حتى في الاعلام الدولي على نجاح فكره الفقاعه المصريه في الاحترازات والشروط الاحترازيه. بمناسبه بنبارك للشعب المصري انتهاء بطوله كاس العالم لكره اليد في القاهره على اروع واجمل ما يكون التنظيم، وبدون احداث وبدون كورونات يعني مزعجه. ده دليل نجاح تنظيمي هائل، وايضا اداء المنتخب المصري نال احترام الجميع، وده مهم جدا. كان ممكن نروح ابعد من المركز السابع، لكن انت لعبت الفرقتين اللي هم طرفي النهائي النهارده بالظبط، وخسرت منهم في اللحظات الاخيره صحيح، وبفارق هدف صحيح. يعني ما فيش انجح من كده. يعني عندنا فريق واعد متوسط السن فيه كويسه مع الجيل اللي هو حائز على بطولة العالم الناشئين. فأعتقد أن المسألة مستقبل كرة اليد ماشي في الطريق الصح.